في ولادتك حفظت البتولية، وفي رقادك ما تركت العالم يا والدة الإله، فإنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، وبشفاعتك تنقذين من الموت نفوسنا. احتفلت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة الرعاة في بيت سحور بعيد انتقال والدة الإله إلى الحياة، حيث ترأس كاهن الرعية الأب سهيل فاخوري هذه الأمسية، وبحضور الأب ممدوح أبو سعدة والشماس حنا أبو سعدة، وأحيت جوقة الكنيسة ترنيم لأمنا والدة الإله، حيث امتلأت مقاعد الكنيسة بالمؤمنين. وفي هذا العيد الذي يحتفل به في هذه الكنيسة، حيث زينت الأيقونة بالورود ووضعت في وسط الكنيسة، ولأول مرة في هذه الطريقة بصلاة الغروب والجناز المقدس والدورة في باحات الكنيسة، حيث أعرب الأب فاخوري عن فرحته بالاحتفال. اليوم هو غروب العيد، بكرة هو العيد، الليلة ليلة العيد. لأول مرة سويناها ذكرى الرقاد، عملنا جناز أمنا مريم العذراء. أكيد بيعني كثير أنه كل مؤمن آخرته أكيد راح يرقد، بس خصوصاً أمنا مريم العذراء هي انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء، فهي حال كل مؤمن واحد بعيش إيمانه زي إيمان مريم العذراء، الموت لن يتغلب عليه. أوكي جسدي راح يرى فسادا، مش زي أكيد جسد أمنا مريم العذراء انتقلت بالنفس والجسد، بس روحي راح تكون عند أمنا مريم العذراء منتقلة إلى السماوات. أما الشماس حنا أبو سعدة الذي شرح معنى الانتقال والرقاد، وطلب من المؤمنين أن يصلوا ويطلبوا دائما شفاعة أمنا مريم العذراء. كمسيحيين كافة بدون استثناء عندنا عيد مقدس، عيد عظيم، ونطلب من ربنا أنه نقتدي بمريم. مريم نقتدي بها لأن مريم أم الإله، ومريم اللي احتوت السيد المسيح في أحشائها البتولية. من هذا المنطلق نعيد لنور سات مارلين الحدوة من كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة الرعاة بيت سحور.